بدي احكي كلمة عن بادل، لانه طبعا اليوم انا موجود بصفتي رئيس مؤسسة بادل، لاقول انه ليش بادل تحمست لفكرة المسابقة والتقيت هي ومنتدى الام اي تي. نحن تحمسنا لفكرة المسابقة لانه لقينا انه المسابقة من احسن الطرق لنحن نقدر نوعي الشباب ونوعي الجيل الجديد على اهمية المبادرة الفردية، ولقينا انه هيدي وسيله هينه، ومش انه عم نطلب من واحد يجي يدرس، مش عم نطلب من واحد انه يتعلم شيء، عم نطلب منه انه يشارك بمسابقه، وبتشجعوا الشباب اكثر يمكن وقت بتقول له تعا شارك بمسابقه ويمكن تربح مصاري من ما تقول له روح على الجامعه او تعمل بمول وركشوب. وبين هذا من خلال عدد المشاركين. فاولا السبب الاول لانه لقينا انه هيدي وسيله كثير فعاله، وتبين مثل ما تبين انه نوعي الشباب ونوصل لأكبر عدد شباب ممكن. السبب الثاني هو لأنه من خلال هالمسابقة بالإضافة ل يلي طبعا الفائزين حقيقة ممكن أنه تغير حياة عدد كبير من الأشخاص حتى يلي ما فازوا بالمسابقة. وبعطي مثل أنه في شركة شاركت سنة الماضي بالمسابقة يلي بتعمل صار لها 30 سنة موجودة بأوروبا، بعتقد تحديدا بإيطاليا، وبتعمل باستا سباجيتي بإيطاليا، ومن خلال مشاركة بالمسابقة بلشت تفكر انه ترجع على لبنان، وانه حقيقة تفتح بلبنان وتنقل كل عملياتها من إيطاليا للبنان. واليوم نحن والام اي تي انتربرايز فورم عم نتابع معها لنقدر نشجعها على هالنقلة، وبهالطريقة نحن منكون عم نخلق فرص عمل بلبنان، عم نجيب خبرات ما موجودة اليوم بلبنان، وعم نشجع المبادرة الفردية. السؤال الثاني يلي بينطرح انه ليش عملنا مبادرة، ليش عملنا مسابقة على صعيد العالم العربي كله، ليش مش على صعيد لبنان فقط؟ حقيقة في عدة اسباب. السبب الاول انه نحن بنعرف انه نحن اليوم بعصر العولمة، واليوم حدود لبنان يعني اي شخص بيقوم بعمل اقتصادي ما بيتوقف على حدود لبنان، المنافسة ما بتتوقف على حدود لبنان، وسوق لبنان وسوق اي شخص بيطلق مبادرة فردية بيتخطى حدود لبنان. فنحن حبينا انه نحط هالمبادر اللبناني ضمن محيطه يلي هو المحيط العربي، ليقدر اولا يفكر ابعد من حدود لبنان، يفكر بافكار ابعد من حدود لبنان، وثانيا لانه كمان وقت منزيد التنافس والمنافسه بين كل هالمشاركين بنكون كمان عم نشجع لبنان انه يكون على مستوى اعلى. ونحن بمؤسسه بادل طبعا لان نحن مؤسسه معنيه اولا بلبنان وباللبنانيين، عم بدنا نعطي اهتمام خاص للبنانيه. شو يعني بدنا نعطي اهتمام خاص؟ يعني بدنا نشوف كيف فينا نساعد المشاركين اللبنانيين ان فازوا او ما فازوا بالمسابقة، انه هاللبنانية يلي شاركوا فيها نقدر نحن نساعدهم من بعدين ونأمن لهم يمكن technical support يعني دعم تقني ومالي ليقدر يطلقوا افكارهم. فهيدي باختصار اللي كان بدي اقوله، وارجع اقول انه نحن بمؤسسة بادل كتير كتير فخورين بالتعاون اللي عم بيصير مع منتدى الام اي تي. وبالفعل اليوم وقت برجع بشوف هالثلاث سنين يلي مرقت بقول انه هالفريق هذا فريق العمل عمل انجاز كبير، ونحن فخورين انه نكون معهم بهالانجاز.